في مشهد تعسفي طالت مخالفات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي اليوم الزملاء في إدارة الأخبار بتلفزيون الراي، وهم المصور محمد فرج، مساعد المصور أيمن محجوب، والمراسلة سمر الشدياق. وفي التفاصيل أن العلي رصد عبر كاميرات المراقبة فريق الراي أثناء إجراء مقابلات في الشارع، حيث طلب من دوريات المرور تطبيق تعليماته التعسفية بحجة عدم امتلاك تصريح للتصوير في الشارع لتحرر مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. تقرير سمر شدياق. المرور يخالف كاميرا الراي بإجراء مقابلات في الشارع. بس عطوني ثباتاتكم. البداية ممنوع التصوير في وقت الذروة. النهار الوحيد ما في سير اليوم. هيدا النهار الوحيد ما في زحمة. المهمة كانت إعلامية بامتياز لفريق الراي بغية نقل آراء المواطنين بمواضيع حياتية يومية. أي تصوير أو أي محاضرة تتحمل المسؤولية كلها بالكامل. ثم زادت المعاناة حينما سمعنا العسكري وهو يطلب الإذن من مسؤوليه عبر الجهاز بإركابنا الدورية حالا، وهو ما يعني اقتيادنا مغفورين وعلى وجه السرعة في دورية الأمن إلى حيث نجهل. ذنبنا الوحيد أننا توجهنا إلى مكان لطالما ترددنا إليه سابقا، إلا أنه في توقيت ينقل فيه الراي معاناة مستخدمي الطرق في سلسلة تقارير يومية، منع فريق الراي من متابعة عمله الصحفي في الشارع بحجة ثانية تحدثت عن عدم امتلاك أي تصريح للتصوير. شايفتكم كاميرا المرور؟ لازم تصريح تصوير، يعني مو على بالشارع تصريح. صراحة أنا أول مرة بسمعها. المرور لازم تصريح تصوير. أول مرة صراحة إلا 7 سنين بشتغل وهلا هي أول مرة بسمع إنه واحد يصور بالشارع. هلا كل التلفزيونات لتصور بالشارع بدها تاخذ تصريح. أي يطلب من تلفزيون كويتي تصريح للتصوير في شوارع الكويت العامة أمر يخالف المعايير المتبعة، إلا أنه يبدو أن سياسة التشدد من اللواء عبد الفتاح العلي تحولت إلى تعسف في استخدام السلطة، باتت تطال الجسم الإعلامي الحريص على نقل المعاناة اليومية إلى المعنيين، فكانت التعليمات لإنفاذ الظلم. إلا أن الوجهة لم تكن إلى أي مغفر، وإنما لمقر الإدارة العامة للمرور. وفي مقر الإدارة العامة للمرور حررت مخالفتان بطلب حازم من الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي، والمخالفة عدم التقيد بعبور المشاة، عرقلة حركة السير، تعريض حياة للخطر. مخالفتان ظالمتان وسام على صدر الراي، نجا منها السائق والمركبة ووقع وبالها على الكاميرا ومن يحملها. سمر شدياق نمور، الراي.